إذا كانت طبيبة نساء، إذا كانت مدرسة لبنات، إذا كانت في أمور من أعمال المرأة، هل يجوز لها الخروج لها وإن كانت في فترة العدة شيخ صالح؟ هذه هي المفروض أنها تأخذ إجازة، اللهم صل، أنها تأخذ إجازة إلى أن تكمل العدة في بيتها، لأن خروجها للعمل ليس هو من أمور الضرورة، إلا إذا كانت معيشتها أو معيشة أولادها متوقفة على عملها فلا بأس أن تخرج بقدر الحاجة وبقدر العمل وترجع إلى بيتها. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان لها غنى يغنيها عن الخروج فإنها تبقى في البيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل.